كابتن توفيق السيد، مساء الفل. خابرنا التحكيمي طبعا، ازيك يا كابتن؟ تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين والمتابعين، وطبعا انا بعزيك وبنعزي انفسنا بقاء لله يا في كابتن. البقاء لله، طبعا لله في المغفور له باذن الله تعالى ان شاء الله. كابتن احمد رفعت، وبنعزي اسرته وربنا يهديهم الصبر والسلوان. مظبوط يا كابتن، الله يرحمه. كابتن توفيق، عايز تقول لي ركلتين الزمالك، تحليلك الفني ليهم ايه؟ طيب خلينا نقول، يعني انا بشوفهم ركلتين جزاء يعني سهلين حقيقه، يعني ركلتين جزاء سهلين حقيقه. كان هما يعني سلام الاثنين في وجهة نظرك يعني؟ طبعا الاثنين تمام، ركلتين جزاء صحيحتين. واضح الحقيقه يعني. الاولى طبعا في ركل واضح من مدافع نادي الاسماعيلي في قدم ناصر ماهر مهاجم نادي الزمالك داخل منطقه الجزاء، استوجب ركل جزاء. انا كنت شايف ان اللعبه بيور، ممكن امين يكون يعني ما كانش عنده تفاصيل اللعبه، فطبعا تقنيه الفيديو محمود بسيوني على تقنيه الفار اعتقد بعت له، الراجل راح شاف ما ترددش، ما خدش 5 6 ثواني، رجع احتساب ركله جزاء. والحقيقه ركله جزاء صحيحه، تدخل الفار في اللعبه تدخل صحيح الحقيقه. اللعبه الثانيه امين كان في تمركز جيد جدا جدا، وشايف وعنده الرؤيه واضحه تماما، لاعب نادي الاسماعيلي ايده مكبره جسمه بشكل كبير جدا جدا، فركله الجزاء الحقيقه الثانيه كمان سهله جدا. فبالتالي قرارين، قرار احتساب ركلتين جزاء لصالح نادي الزمالك قرار صحيح الحقيقه. يعني الركلتين سلام ما فهمش اي حاجه. لا ركلتين طب سلام الماتش بشكل عام غير الركلتين، هو دول عشان ركلتين جزاء فبنناقشهم من الناحيه التحكيميه، لكن بالظبط. الماتش تحكيميا في اي حاجه؟ لا، واحنا دايما بننقي الحالات الابرز يا استاذ محمد، زي ما حضرتك عودتنا طبعا، حضرتك بتسالنا في الحاجات الحالات الابرز اللي هي من شانها انها تاثر تاثر على على نتيجه نتيجه الماتش. تمام، المباراه. طبعا فدي هي الحالات بصفة ابرز، يعني الغاء هدف طرد لاعب، احتساب ركله الجزاء، كل المسائل دي مسائل الناس كلها بتحب تتابع الامور دي يعني. تمام. لكن امين عمر حكم كبير الحقيقه، ومعاه طاقم حكام على اعلى مستوى الحقيقه. امين حكم كبير والحقيقه، يعني ما بنشوفش امين كتير في المباريات، لكن حكم تمتع بلياقه بدنيه عاليه جدا، ان شاء الله مرشح لكاس العالم بقوه، هو وزميله محمد معروف، نتمنى ان الاثنين ان شاء الله يكونوا موجودين. ليك يعني تحفظ على طريقة اعتراض عبد الرحمن مجدي معاه كذا مرة، كانت الشاشة لا واضحة جدا. هي بس هو يعني خلي بالك، هو امين يعني في الحته دي امين عشان حكم كبير يمتص الحته دي، هو اللعيب ممكن ما يكونش فيه تجاوز، يعني ممكن اللعيب يبين لنا ان هو بس يعني تعبيرات وشه ان هو متضايق، لان الاسماعيلي برضه الاسماعيلي نادي انت كبير قصدك ونادي تجاوز محترم. لفظي؟ لا ما فيش تجاوز لفظي طبعا، اكيد ما فيش تجاوز لفظي، لا يمكن. يعني لكن هل امين بتعتبر الاحتجاج او الصوت العالي او زي ما لا، احنا شايفين، او هو بص في كل يا كابتن، لا الاحوال الشاشه يا كابتن، يعني هو جه كابتن امين يمشي زقه ورجعه، ارجع تاني ال10 لا ثواني دول، هي لا هات اللحظه ارجع دي. تاني يا ابني، من بعد من بص يا كابتن خليك معايا، طبعا لا انا يا ابني ما شايفها. تجيبليش دي بقى، هات لي لما راجع من الفار برضه هتجيب لي الجول. بص بص اقف 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 اقف، بص ايديا يا كابتن، بص بص بس لا انا بص متفق مع لا حضرتك، بص ايدينا عبد الرحمن مجدي يا كابتن، هو هي في بيمشي اللقطه دي في اللقطه دي كان يستوجب يوقفه، عبد خليه الرحمن ماشي مجدي، عادي. لا كان لازم يستوجب انذار، دي حقيقه. ممكن امين ما يكونش خلي بالك، ممكن امين في اثناء وجوده او اثناء ان هو خارج من الملعب بسرعه بص يا او كابتن داخل ايديه، بص الملعب ايديه وقفه ازاي، وقفه. دي حقيقه، انا مش انا مختلف قصدي كده خصوصا. انه مش مهم يكون اللفظ، بس لازم عبد الرحمن مجدي او اللاعبين بشكل عام، اهلي زمالك اسماعيلي اي لاعب، يعني طبعا فكره التجمع حوالين الحكم يا كابتن بعد الفار او في الفار مشهد سخيف. طبعا انا مش مختلف مع حضرتك، متفق مع حضرتك تماما. ممكن احنا النهارده لو امين عمر اخرج البطاقه الصفراء عبد الرحمن مجدي ما كانش هيكون في مشكله حقيقه، لكن ممكن خلي بالك، ممكن وامين داخل الملعب بسرعه عشان يحسب ركله الجزاء، ممكن ما يكونش امين نفسه خد باله من الموقف، يعني ما يكونش خد باله من الموقف. لا لكن احنا بنناشد كل اللاعبين انه طبعا المشهد نفسه طبعا سخيف ودمه تقيل، وانت بتعرض نفسك لعقوبه في الاخر. شوف، هو دايما اللعيبه يعني اللعيبه الصغيرين في السن بيبقوا مندفعين اكتر يا استاذ محمد، طبعا ده لا يبرر ابدا اي اعتراض على قرار الحكم سواء بس احنا بالقول او على طول بنشوف بالفعل. المشهد ده يا كابتن، كل ما الفار لا يطلب المشهد ده الحكم مش موجود يطلع الحقيقه. الحكم، نلاقي الفرقه اللي هي مش عايزه القرار بتجمع حواليه، او حد ماشي يجري وراه ورايح على الفار. احنا خلي بال حضرتك لازم نتعلم، يعني ناخد حاجه قدامنا كده. شفت بطوله اوروبا التحكيم فيها عامل ازاي؟ يعني انا شفت شوف، مع مباراتين ان من خد اخر بالك عندهم اخطاء برضه، اما فيش شك في كده، بس الثقافه يا استاذ محمد، المانيا اتغلبت في ملعبها بينالتي، وفي لها بينالتي بلدها يا كابتن مش كده؟ طبعا بنالتي 100% 100%. انا ما اعرفش لو الاحتمال كان الانجليزي امير عمر هنا ما حسبوش ده.
يعني بص بص المانيا اتغلبت، وفي المانيا البطوله والخطأ لصالح المانيا، ومباراه كبيره جدا جدا يعني بنسبه 80% لو كسبوا ازاي ياخدوا البطوله. ومع ذلك لا شفنا حد اعترض ولا الدكه رمت الكراسي ولا النهارده عندنا عشان ركله التماس يا استاذ محمد، ركله التماس في نص الملعب الثاني للفريق الثاني، الدكه بتقوم وتعمل مشاكل وتنزل الملعب. معاك حق، لازم يا جماعه يكون عندنا الثقافه مهمه جدا جدا جدا. كان في مباراه ثانيه مش عارف حضرتك، ماتش البلديه وماتش الجونه، لا انا شفت ماتش سيراميكا والجونه صفر صفر. الحقيقه كان في لعبه برضو في الاخر، كان في لعبه تحتمل وجود ركله جزاء من بره او من جوه. لمين بقى، للجونه ولا لسيراميكا؟ لسيراميكا. كان في شد من الكتف لمهاجم نادي سيراميكا احمد ياسر ريان على ما اعتقد. حكم المباراه حساب اللعبه صعبه جدا، دقيقه بالنسبه لحكم المباراه الحقيقي، عشان ابقى صريح معاك يعني. لكن انا بشوف وجهه نظري ان اللعبه دي لعبه فار، لان اللعبه دقيقه جدا جدا جدا. انا بشوف ان اللعبه دي كانت القرار هو ركله جزاء، لان القرار الحكم المباراه ابراهيم محمد، وهو من الحكام الجيدين اللي ليهم مستقبل ان شاء الله كبير باذن الله، عمل مباراه كويسه. ولكن اللعبه دي ما عندوش هو تفاصيل، واحتسب المخالفه لانه شاف شد بس بره. هو حسبها ايه، فاول من بره ولا حسبها طبعا هي اللعبه صعبه جدا بالنسبه لحكم المباراه. يعني هي حسبها فاول على خط منطقه الجزاء، على بره الخط بنص يارد. لو انت حضرتك شايف ان هي جوه، انا شايف انها جوه طبعا، لان اللعيب ممسوك من كتفه مش ممسوك من ايده، من كتفه. اوكي، كان ايده كله كان متداخل. طب والفار كان لازم يستدعيه؟ لازم. كان محمود ناصف على ما اعتقد قالوا لي ان هو كان على تقنيه الفيديو، حكم برضه حكم شاب وصاعد ان شاء الله برضه نفس ابراهيم يكون له مستقبل. لكن كان لازم يا محمود، اللعبه دي فيها تفاصيل دقيقه جدا، انا بشوف من وجهه نظري انها ركله جزاء الحقيقه يعني. تمام كابتن توفيق، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه التوضيحات. اذا ركلتين الزمالك ما فهمش اي مشاكل، الزمالك رفع رصيده ل 41 نقطه.